هنا هبقى معنيه اكتر بانه حتى في مدينه بير العبد الجديده، هل احنا هنبنيها بمفهوم خصوصيه هذه المجتمعات ولا بمفهومنا؟ عشان انا بقلق قوي ان احنا بنروح نعمل لهم شقق مثلا، بيروح بتوع الوادي يسكن فيها عشان يدرس ويروح ويجي لنا الوادي يزهق فينا تاني. لا حضرتك، هم احنا عايزين مجتمع ينصهر. هو حضرتك المجتمع انصهر، اصل انا حضرت، انا حضرتك اتخرجت رحت سينا وشفتهم، وبقى هم اكتر يعني انا اكتر من اهل، يعني انا بقيت خلاص منتمي ليهم. يعني حضرتك هم حصل فيهم جزء كبير جدا تطور، وبقى يعني بيعيش الحياه اللي احنا بنعيشها في الوادي. في جزء صغير في الوديان، هو ده اللي تقصدي حضرتك. تمام. احنا الوديان دي بنوصل لها من اول الثمانينات، كان في جهاز بالمشاركه ببرنامج الغذاء العالمي بيعمل توطين للبدو، كنا بنخليهم يفحروا ابار يبنوا مساكن ليهم في التجمعات البدويه الوعره. لغايه حضرتك ما بدانا نعمل لهم اسكان بدوي ملائم ليهم، البيت في سور له، في حوش يقعدوا فيه يبقى مفصول عن البيت اللي بعديه، ما بيقعدوش فيه. ايوه، دي حاجه بتميز هذا المجتمع. يا فندم احنا شغالين في البيوت البدويه على مستوى سيناء في جميع المناطق البدويه طبقا لمتطلبات.